اهلا وسهلا بالشباب الطيبين، معاكم المهندس سالم البرواني. هذه فترة التمشية في الأدغال، المشي في الأدغال، ولكن ما أدغال عادية، هذه أدغال جبلية. شوية كذا حركة زينة، ما يعني من غير ما تخرب الأعشاب ولا أي شيء ولا الأشجار، بس تكون تمشي شوية شوية بإذن الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، الأجواء طيبة وحلوة ونموذجية جدا للتمشية حتى للجلوس. هنا ما في رذاذ مكثف، ما في رذاذ ثقيل جدا، والرياح يعني الرياح ما شاء الله معتدلة، الجو جميل جدا، تقريبا 23 24. وين المكان؟ الصوب الثاني للتنين، لا آسف للإتين، إتين جبل إتين صوب الثاني، يعني تروح فوق خالص وتحصل طريق تنزل كأنك رايح ريسوت، نفس الجبل ولكن طريق ثاني. الحمد لله رب العالمين، هذا هو الطريق. خلاص نحن رحنا تيتين فوق وتوقسين ننزل 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 إلى منطقة ريسود تحت، قريب من منطقة ريسود، ترى كلها مناطق قريبة وجبل هو الجبل، ولكن مداخل مختلفة ما شاء الله. حلو الحركة هذه، الحمد لله رب العالمين. شفتوا الحركة الحلوة هذه؟ ما شاء الله. قريب من الشارع وفي مكان مخصص للوقوف. شوفوا هناك مكان مخصص للوقوف السيارات. يعني أنت في مكان سليم بإذن الله سبحانه وتعالى. أهلاً وسهلاً. معكم المهندس سالم البرواني، خريف صلالة هذه السنة غير، الرذاذ كثيف في معظم الجبال، ونحن بعدنا في شهر 7، منتصف 7، الورود خلاص جاهزات معظمها، مثل هذه جاهزات ما شاء الله، ألوان جميلة حلوة مثل ما انتم شايفين. هناك شاحنات، خلف الشاحنات مواقف السيارات، هناك مواقف السيارات.